إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا. إذن فضلا وليس أمرا، شاركوا في القناة وديروا التعليقات وشاركوا مع الإخوان ديالكم والأخوات لكي تعم الفائدة. موضوع الساعة كالعادة، وهو أنهم إن عدتم عدنا، كاين الدكتور كاين عبد الخالق كلاب أحمد عصيد، خراب على الأبواب، حرف حرب حرب حرف تيفيناغ، حرب فرب تيفيناغ. هنا غادي نردوا على هاد جوج ديال الناس هادو، واحد اللي هو عروبي وواحد اللي هو لبس البدلة ديال البرابرة اللي هو عصيد. إذن غادي نردوا عليهم، وهما كاتبين الموضوع ديالهم كيناقشوه، وهو حرف تيفيناغ إجماع وطني، إجماع وطني وقرار ملكي، وقرار ملكي مزيان هذا القرار الملكي. إذن حرف تيفيناغ، وتيفيناغ راه هي واحد هي هذوك الحروف ديال البربرية، بحال كاين الحروف نتاع الشينوا بطريقة الشينوية، نتاع الجابون بالجابونية، رواسة حتى هما بالروسية، ملي كتقرا الروسية ما تكتبوش باللاتينية مع العلم. اللاتينية هي كتقول لك ا بي سي دي جي خي، اللي هي كتكتبها الفرنساوية والطليانية والألمانية. هاد الرواسة عندهم اللغة ديالهم، كيكتبوها باللغة ديالهم، حيت ما يمكنش لواحد القومية ولا واحد القوم، واحد الاثنيسيتي ولا واحد المجتمع يرتقي بواحد اللغة وبالكتابة ديال اللغة نتاع شي شعب واحد آخر، نتاع شعب واحد آخر ولا شي أمة واحدة أخرى، الشينوا والجابون وهادوك. زائد رواسة تكتبوا، ملي كتقول سباسيف وخرشو كتبداها من اليمن من اليسر اليمن، ولكن حروف بحال هب 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 هب، راه بوتايو بوليكلينيكا دوما برافدا بابوشكا، تكتب بطف. ملي كتقول جو في ا ليكول كتكتب جو باللغه ديالهم، و اللغات السبليونيه حتى هادو لغات لاتينيه وجات من اللاتينيه وقبطات، فهمتيني؟ كتسمع ستاسيون ستاسيوني ستيشن تابلا لا تيبل. اذن اللغه البربريه حتى هي راه عندها ديالها، عندها اللغه، عندها الحروف ديالها. وانا غنوريكم الحروف ديالها، هنا واحد الشاب بغى يهضر عليها باش تعرفوا بلي عندها حروف ديالها، بلي عندها حروف ديالها. وهذه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اعزائي المتابعين على قناه على يوتيوب. اذا في هذه الحصه غادي ندرسوا حروف اللغه الامازيغيه. اسكين تشيندا، اذا غادي نبدا معكم على بركه الله. بالنسبه للحرف الاول، ياب بحرف الباء، كاين حروف بحال حروف ماشي عربيه ماشي لاتينيه، ولكن دابا غادي نتصنتو لهذا سميتو لهاد جوج ديال الناس، وكيفاش كيناقشوا القضيه باش نعرفوهم فين غاديين واش كيعملوا هنايا. اذا حرف تيفيناغ اجماع وطني، اولا ماشي اجماع وطني، وما تجمعوش كاع المغاربه باش يناقشوا واحد كيفاش غادي تكتب واحد اللهجة، ولا سموها لغة ولا سموها اللي بغيتو، ما كاينش إجماع وطني. وما عمر في التاريخ ديال الإنسانية كان شي حاجة سميتها إجماع، أنا ما كنتش حاضر، إذا ما كاينش إجماع. أوكي، ما كانوش حاضرين الناس، إذا ما كاينش إجماع. وقال لك قرار ملكي، الملك غياخذ وغيتاخذ قرار في هاد القضية نتاع البربرية. إذا محمد سيخذ قرار، كيفاش تكتب البربرية؟ واش بتيفيناغ اللغة الحروف اللي بغاوها القدماء جدودنا، ولا باللاتينية بحال فرنسا اللغة بحال داك الكتاب نتاع فرنسا، ولا بالعربية بحال اللي زرب العرب دخل ولد ليف منقوط، الباء وحدة من تحت، تام جوج من التوه، جيم وحدة من تحت، الخا وحدة من الفوق، الحا ما تنقط. الحروف
ملي كتشوف الحروف، انا ولد الفنون ودرت التاريخ نتاع الفنون، سواء السينما ولا المسرح ولا الفنون التشكيليه. ملي كتوقف وكنتشوف الكتابه العربيه، داك الخط الكوفي وديك لا كاليغرافي، كتشوف واحد اللياقه، واحد شي حاجه اللي هي سوبليم، شي حاجه زوينه مانيفيك. وملي كتشوف الجابونيه كيفاش كيكتبوها وداك الشيء، الطريقه باش كتشوف كاين واحد لوكوتي ارتستيك، واحد هي فنيه. الا شفتو هاد كيفاش كتكتب هاد البربريه، انا بديت كنتعلمها يمكن في 72 73، واحد المجموعه نتاع الشلوح ولاد وبنات في عندنا في العاصمه. كانت زوينه الكتابه ديالها، بحال كدير واحد اللوحه، كدير واحد اللوحه، داكشي فني قبل ما تتعلم ليها، فهمتيني؟ إذن هاد النقاش هذا نتاع واش غتكتب بهادي وهادي وهادي، أولا خصنا نطرحوا السؤال، شكون اللي جبد الفكرة نتاع الثقافة البربرية كثقافة، وشكون اللي جبد وطلع على السطح؟ إذا عرفنا شكون اللي جبد ما كيبقاش ظهر بطل العجب، لأن راه كاين برابرة، راه كاين ولاد البلاد من الثلاثينات ومن الأربعينات ومن الخمسينات، وهما تيبغيو يتفرجوا. راه كان صراع حضاري ثقافي وعرقي ما بين ولاد شوش واحد مجموعة ولاد ريافة وزيان والآخرين مع واحد المجموعة اللي هي كتشكل واحد الإيديولوجية اللي هما أهل فاس، بمعنى الناس اللي ماشي مغاربة أصلا، ما عندهمش علاقة مع الأرض، والدكولي راه في دكولا، الشاوي راه في الشاوية، العبدي في عبدة، السوسي في سوس، الزيان في زيان، الريفي في الريف، والزمور في زمور. وفين كاين الفاسي؟ عندهم شي ارض؟ هاد الناس ديال فاس، اهل فاس، بن رادا، بن كيرا، بن عدادا، بن 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 غوريون، اسمحوا لي، بن غوريون اللي هي في الصحراء، هادو في صحراء النقب، هادو عندهم شي ارض كيحرتوها، تيفلحوها، تيغرسوا فيها شي حاجه؟ لا، حيت هما الاخرين غادي يجيو للبلاد، هما الاخرين غادي يجيو للبلاد. الى يومنا هذا قلتي لي وقلت لك اللغة ديالهم كتختلف على اللغة ديال النطق لا برونونسياسيون، هذيك لاكسون ديالهم، هذيك اللهجة والطريقة باش كيخرجوا الحروف من الفيه ديالهم، من الفم ديالهم. إذن كلشي كيفرقنا. إذن هنا كاينة إيديولوجية، والإيديولوجية كتكون شي حاجة. إذن كاينة واحد اليقظة، وبدات واحد اليقظه، ملي كتبدا واحد اليقظه كتجي واحد الاقليه وكتهرب بها، بحال اللي وقع ليكم، والتاريخ يعود نفسه، غير هذه ما توقع شيء للبرابره، غتوقع للمغاربه ككل، فيها العروبي وفيها الشلح ولاد الشعب، غتوقع واحد اليقظه في الشعب المغربي، وغيخرجوا الشباب المغاربه غيطالبوا بحقوق، يقولوا ايه ستاتيكو لا، بغينا الدستور يتبدل، بغينا المساواة والعدالة، و و و شكون اللي غادي يجي؟ غادي يجي واحد الأقلية. انتوما كيسحب لكم واش الإخوان المسلمين؟ لا، أقلية تخبات من مور شي حاجة اللي اسمها الإسلام، وسرقت لكم التوراة ديالكم، ودرحكم محمد السادس حيت عطاوه التوراة اللي سرقوها منكم نتوما الشباب، وكلكم اليوم راكم في الحبس ولا راكم في الشوارع. كنتو باقيين صغار، ما عندكمش وعي سياسي، وما كتعرفوش كيفاش ديروا التوراة، حيت ما قريتوش التاريخ نتاع التورات، وما عشتوش مع التوار. الفترة الزمنية، أنا أكبر منكم سي فري، أنا بوجي واحد آخر، عشت مع ولاد أوسكاديا،
التور ديال اوسكاديا اللي هما يا جاو ما بين اسبانيا وفرنسا. اسبانيا دات لهم واحد الطرف وفرنسا واحد الطرف كتسمى اوسكاديا. ملي كانوا كيصيحوا البنات ديالهم الصيحه ديال الحريه. اوسكاديا هي لا تيغ دو لا ليبرتي، ارض الحريه. وعشت مع الدري نتاع ايرلندا وتسنتنا ديك الموسيقى الايرلنديه، الموسيقى سيلتيك، وعندهم اناشيد وعندهم تما كانوا تبار. هادو حركات كانوا كيناديو بالحريه نتاع البلاد ديالهم. وداكشي كنعرفو علاش ما يمكنش ينجح اي واحد كيطالب شي حاجه. هادوك نتاع 2011 دات منهم، اليوم راه دازت 10-12 عام، راه كبروا. اذا خصكم تذكروا ما تخليوش شي اقليه عاوتاني تجي وتسرق منكم لا ريفوليسيون ديالكم. راه اليوم كيتكونوا جمعيات غيقول لكم غتكون ديمقراطيه وتكون المساواه وحريه التعبير وتلقوها من الحبس وما يديرولهاش الكاميرا في الحبس على باش تنعس في الحبس حيت الحال سخون في الحبس وتنعس عريانه. وحنا غاديين بداو كيشكلوا غيخرجوا جمعيات عاوتاني وغادي اللي هما في الحقيقه راهم اقليات. وحنا كنعرفوا بلي في الجيو بوليتيك الاقليات هم اللي كيحكموا هم اللي كيسيروا واحد البلاد. راه كاين غير واحد السراح ومجموعه الكلاب كيمشيو الف فرس نتاع المعيز، سراح وربعه الكلوبه ستة نصرانيه. اذن هذا الصراع اللي هو نتاع تكتب اللغه البربريه هكا هكا، هو راه ماشي صراع ديال اللغه، هذا غير اللي كتسمى حرب الحصان، هذه غير حرب الخدعه، حرب طروادة. هذه استحمار البرابره، وجيب البرابره وديهم باش تقسموا باش تبعدهم على العرب، تبعدهم على العرب. والعربي والعروبي والبربري كينتميو لنفس الطبقه السياسيه والاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه. كلكم مقارنش، كلكم لابسين الصباط، كلكم ما عندكمش حقوق، كلكم كتخوو البلاد. بكري شكون اللي كان كيتغرب؟ وهو الانسان البربري. اليوم الحمد لله كاين حتى ولاد الدار البيضاء وهذوك العروبيه ديال فاس والناس اللي هبطوا من تازا وجباله كيهبطوا حتى هما ولاو كيتغربوا. اذا النظام في الوقت اللي كلخ واستحمر البرابره داز العروبيه هوجنكس واحد بواحد، حيت النظام ما كيرحمش. اذا باش نفهموا القضيه شكون اللي جد هذا؟ واحد الصهيوني متصهين اللي هو الناطق الرسمي واللي كيدير داكشي اللي قالوا ليه الاسياد ديالو الصهاينه الكبار، اللي هو بغناغ هنري لوفي، هو اللي غيقول بلي البربره عندهم واحد الثقافه وديك الثقافه انا عزيزه عليا حيت انا ولد فلسفه و سوي باريزيان، وهو يا يهودي ديال الجزائر وسوي فيلوزوف واغريجيون فيلوزوفي وتنفهم. وبحكم كاين واحد خينا كيحل اليابان وكيسدهم هو اللي كينعس الملك، وحتى هذا الملك محمد السادس وجلس على فخادو على الملك الحسن الثالث اللي هو ازوراي، غادي يدخل على الملك والملك غادي يولي واخا. وتما غدار هاد الاكاديميه البربريه الملكيه، اي حاجه فيها الملك اي حاجه فاشله وايديولوجيه القوات الملكيه
ما عمرنيش شي واحد شي جينيرال كيضرب بالقرطاس. اش كنعرف كلهم عندهم الفيرمات وعندهم الفيلات وساكنين في الديور نتاع مليار. الجينيرال اللي عنده الفيرما ما كيوليش جينيرال. الجينيرال اللي ممكن يقش هوب نقش جوج مترو الحد نتاع جوج مترو ما كيسميش جينيرال. ما كاينش جينيرالات. الحرب الجايه سميتو المملكه الكريمه ما غيقدوش نوصلوا ليه حيت على حاجه واحده اخرى. اذا القضيه صهيونيه، القضيه غادي بكم باش يطبق على يمكم القوانين وداك الشيء اللي خداوه في 1916 سيس بيكو في سان بيترسبورغ في روسيا. في روسيا قسموا ما اشرف وافضل منكم في 45 في الربعينات من القرن الماضي اللي هي الهند شحال كانت كبيره وقسموها ب هذاك ديالها الفيلسوف المفكر ديالهم غاندي وعلي جناح الرجال ديال بصح نتوما الشلوح كاع ما شبعتو البصله. اذا هذا الموضوع هذا وهو غير تيهيئوكم وكيكذبوا تيعاودوا يكذبوا بحال اللي قال عمي غوبلس قلت لي تيكذبوا تيكذبوا كتسمعوها وغاديين بكم باش يديروا مكانه لبني اسرائيل اللي هما غادي يجوا ان شاء الله. اذا هاد الناس هادو غادي نتسنطوا ليهم واش كيقولوا راه العنوان ديالهم هو حرف تيفيناخ اجماع وطني. انا ما حضرتش. اذا نتوما شي واحد فيكم حضر ولا مو حضرات ولا باه يزيده مزيان احنا نتسنطوا ليهم. الله تعالى يا ولد يد لاتينيه في قفاز امازوني معنا حنا هو قفاز ديال اليد يد لاتينية يد لاتينية في قفاز أمازوني يعني احنا هو قفاز ديال اليد الأوروبية الأجنبية يعني احنا غير ألعوبة يعني يد لاتينية في قفاز أمازوني احنا غير مستعملين بمعنى أبسط قواعد الاحترام لمن يخالفك في الرأي والنظر ما كاينش. هاد الناس هادو صراحة حنا ما عرفناش فين تربوا لأن هذه ليست أخلاق ولا تربية. الناس اللي باغيين يبنيو شي حضارة يبنيو شي حاجة. متابعي الكرام مرحبا بكم، أستضيف اليوم المفكر المغربي السيد أحمد عصيد. لماذا لم يتم اختيار الحرف العربي أو الحرف اللاتيني وتم اختيار حرف تيفيناخ؟ لأنه كما يقولون لو كتبت الأمازيغية بالحرف العربي أو الحرف اللاتيني سيكون على من السهل على الناس قراءتها لانهم اصلا راهم قراوا العربيه وقراوا اللاتينيه وبذلك غيكون الامر سهل انهم يقراوا الامازيغيه. واعطوا مثلا باللغه الفارسيه، الفارسيه تكتب بالخط العربي، وممكن نعطيه ايضا نموذج اخر التركيه تكتب بالحرف اللاتيني. علاش اللغه الامازيغيه اختارت تيفيناغ؟ انا داير تيفيناغ هاي ولقيت هاي وتنكتب فيها وبواحد السهولة كبيرة جدا. دابا هنا كاين ثلاثة الاحتمالات، هي الحرف تيفيناخ راه موجود ومنذ الأزل. علاش موجود؟ في الوقت اللي الناس كينطقوا بواحد كيتكلم بواحد اللغة وكينطقوا إي أو واحد الوقت ذاك النطق كيولي حروف على أرض الواقع. واش كتبوا على بطاطا ولا على حجرة ولا على شجرة ولا على جلد نتاع القط؟ إذن كاين حروف. إذن هاد الحروف هادي راها كاينة منذ الأزل تي وكاينة. بغاو يديروا الاختيار ما بين الحروف العربية ولا الحروف الفرنسية اللاتينية.
هاد الاستاذ الكبير اللي هو ماشي شلح ماشي بربري هو عربي، وتيقول ليه بلي كيوري الحروف نتاع تيفيناغ اللي هي بربريه اصلا، وقال لك هي ساهله في الكتابه وهو راه تيكتبها وتيقراها. اذا كتكتب وكتقرا بواحد اللغه اذن كتكلم بها، ولا كتكلم بواحد اللغه بحال دابا كتكلم باللغه العربيه، بمعنى انا عندي فكر عربي، عندي ثقافه عربيه، المناهج عربيه، الايديولوجيه عربيه، التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والجيوب سياسي بالعربيه. حيت اللغه ملي كنتكلم انا باللغه العربيه ولا بالبربريه ولا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه، راه انا ماشي هو علي، انا هو اربعه ديال الاشخاص. ملي كنتكلم باللغه العربيه كنحمل فكر، راه كنهضر معكم، والفكر العربي من الشعر الجاهلي وصدر الاسلام والدوله الامويه والعباسي والمرجئه كاع داك الفكر كنحملو. اذا انا واحد، وملي كنتكلم بالشلحه ما سنتي واتي الله هلوق من زاغيون وريفتاغيون بيوغيون كيو سردون تكيز لوق تبلوق اقلي لا عطوني رحم ربي، كنولي انسان صافي ما بقاش داك علي العربي ولا علي الامازيغي اللي مندمج في الاصول وفي داك الجذور الضاربه في التاريخ قبل ما يتجاد سيدنا موسى. دابا غادي يولي الانسان الفرنسي Étant donné que la situation économique, d'une manière différente, la schizophrénie, que nous disons, c'est le Faransi. Quand on trouve que c'est Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, qu'on a le fikr Faransi. La langue, c'est juste de la langue. La langue, là, c'est une chose qui est plus de bonjour madame avec sa madame. Non, c'est pas ça. Salam alaikum. مش عليك السلام، لو اللغة راها ثقافة، راها خلق، راها إبداع، راها فن. وملي كنتكلم باللغة الإنجليزية هي واتس جوين اون، يا أي أم أوكي، وي آر ليفين إن ديفيكولت سيتويشن بيكوز توج توج آيريس بايريس مايريس فيدرال ريزيرف سي أي إف بي أي. كنجيب وكنفكر بالتفكير، تيولي التفكير ماشي لا بالعربيه لا بالشلحه لا بطوز، تيولي تفكير اونجلو ساكسوني، وكيبان ليا التاريخ نتاع الميريكان، وكيبان ليا اتس بيتر تو دين تو ليف تو غادا ولا تو باس واي ولا شي حاجه، داك التاريخ نتاع شكسبير داك التاريخ كتمشي. إذا كنت كتهضر اللغة خارج الثقافة ديالها وخارج التاريخ السياسي والاجتماعي، ما عمرك ما تماستري ديك اللغة، ما عمرك ما تضبط ديك اللغة، ما عمرك ما تكون في المستوى نتاع ولاد هذيك اللغة. إيفن دو ديك اللغة از نوت يور مادر لانجويج، ديك اللغة ماشي نتاع الأم ديالك، ولكن كتعرف ديك اللغة، كتعرف المصطلحات وكتعرف الاستعارات وتتا. هادو بحكم القضيه راه فيها تصهيون ديال بغناغ هنري لوفي، غادي يحيدوا الكتابه الاصليه، وهذا قال لك راه تيكتبها بسهوله وتيقراها. الا كتكتبها بسهوله وتيقراها ايوا طلع دير معايا شي نقاش بالبربريه، دير في التاريخ ولا في السياسه ولا في الاقتصاد ولا في الشعر البربري، راك ما تقدرش، برك ما تبقاش تكذبوا على الشعب. علاش كتعتقدوا باللي الناس واش ما كتعرفوش باللي راك الناس كيتفرجوا فيكم وحنا حاضينكم، حنا راه حاضينكم، حنا راه غادي نحاكموكم. راه اي واحد اي واحد كيعتقد ان هذه الملكيه دائمه راه حمار. إذا قريتي التاريخ راه كاع السلالات مشاو 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 والحضارات طاحوا. راه هاد الملكية هادي ماشي شي خاصية شي حاجة، راه ما عطاهاش الله شي ضمانة بأنها غتبقى إلى أبد الآبدين، راه طايحة. إيوا هذاك المضل ديال العلوي اللي أنت مدرك به راه غندير ليه أوف.
دريفتو سي قنوان الدار مكرو وقضاي. إذن غنصوت عليه غير تاخد الربوبية ديال ربو. إذن بركة من التدليس وتنقرا فيها بواحد السهولة كبيرة جدا. فين كاين المشكلة سي؟ هو في الحقيقة الموجود في عقول الناس وليس لا في التفتناغ ولا في الأمازيغية ولا في موضوع الحرف كان موضوع نقاش مستفيض في المجتمع المغربي في 2002 بمجرد تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عام 2001 بعد خطاب أجدير. دابا السؤال ديال الحرف. ألو الإنسان البربري كيتواجد على الأراضي البربرية الأمازيغية الأرض الحرة ومنذ عقود وأجيال وألف تاع السنين، والبربرية كيهضر الإنسان البربري سنين عددا عاد غيتوصل القضية بحال كاع المجتمعات وبحال كاع لي زيتنيسيتي باش يدير واحد الحروف، وباغي يطرح المشكل حتى 2001 ملي غيجي واحد الإنسان هو محمد السادس الظالم الجائر المستبد الصهيوني المتصهر الصغير ذو الوجهين خادم الصهيونية العالمية، عاد غيطرح المشكل نتاع كيفاش غادي نكتبوا البربرية؟ واش عقدتوا بها؟ قلت لكم اسمع الحموشي والملك والملكيين والصهاينة نتاع العالم، خرجوا الرجال ديال بصاح ما تخرجوليش انا بحال عصيد. وشاهد شاهد من اهلها، هو كيعطيك الحجة الدامغة بان الإشكالية طرحات والمعضلة طرحات في الوقت اللي جا محمد السادس الظالم الغاشم وغادي دار الأكاديمية. الأكاديمية ما هي إلا عبارة عن بنيان غربان ستارت حيوط، والأكاديمية ما كتجسدش الثقافة العربية ولا الثقافة الأمازيغية ولا الثقافة السوريانية. أنا علي البربري ولا عكري أجسد هذه الثقافة وأتكلمها الكيغان الشلحي ترام نغور ترام نغور تريم. حنا اللي كنحملوا المشعل الفلومبو ديال هاد الثقافه ومتاع هاد اللغه هادي، انا هو الحافظ على الدوام ديالها وعلى الاستمراريه ديالها، ماشي الحيوط غير الزوم من مور دوك الحيوط. غادي تجي وغادي تطرح الاشكاليه في محمد، علاش ما طرحش في احمد الحسن الثاني؟ انا يا بديت كنتعلمها في 71 72 وتخليت عليها. كان قبل مني جيل كبروا طبعا. انا يمكن في 72 قريت كتاب واحد السيد دار الاطروحه ديالو بتاع 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 الاجازه موجز، كان موجز في الجامعه ديال فاس، وكان تلميذ ديال سميتو ديال الخائن على الفاسي، وكان غيكتب كتب الاجازه ديالو واش على الشعر البربري واش اسمه المساوي ولا امرير واحد فيهم حنا دو. اذا محمد السادس ما علاقه محمد السادس مع الثقافه؟ محمد السادس كل شيء. المستبد لا يكون لا يمكن ان يكون له ان تكون له ثقافه. المستبد والظالم والجائر بعيد بعد السماء والارض على الثقافه. الثقافه راها فن راها ابداع راها خلق راه بحال قلتي لي واحد المره جوي واحد الانسان موشخ واحد الانسان موشخ غير مسخ غير وشخها ما غيعرفش كيفاش يبداها كيفاش يهضر معاها كيفاش يبوسها كيفاش يدورها كيفاش يشطحها كيفاش يطيب لها كيفاش يقول لها اعطيها الشهيوات غير موشخ. والملكي والملك غير موشخين، نتوما غير عبيد نتاع الاسياد ديالكم اللي هما جايين. نتوما غير كتمهدوا واحد الارض وكتستحمروا الشعب المغربي العروبي والشلح والتاريخ يعود نفسه بحال القديم تاع الظاهر البربري. وبلا عاوتاني ولات عاوتاني خيانه نتاع الرب نتاع الكلاب العربي ماشي العربي العروبي وهذا اللي ماشي شلح هذا عصيد بحال القضيه نتاع المختار السوسي الشلح الموشخ الالغيات وسوس معسول مع علال الفاسي. دائما بحال الفعايل نتاع اولاد القحب ديال البوليس ملي كيقبطوك البوليس تيقبطوك البوليس تيكونوا دائما جوج، واحد تيقول لك اش دير امك وغنجلسوا على القراءه وغادي نديروا لك وغنفعلوا لك، وكيجيب الفردي وتيدير لي ديك اللعبه تاعها، وكيجي لك تيقول ليه لا صاحبي لا راه درك زوين ولد العائله عرفتي دير
الحاج خرج كمل لك سيجارو. سي سي سير سير للبار. اه سير سير لسميتو البار العفريت. اه البار العفريت راه في تمارا، حيت القضيه واقعه في تمارا. تقول لي شتي راه كيتنيرفا صاحبي هاد خينا هذا، راه مسكين ديابيتيك، تعرف شنو ديابيتيك؟ ما عندوش الانسولين وفي البنكرياس وتيمرض. وراه عرفتي ديك النهار اش درنا؟ كندير واحد الشوا، راه ضرب واحد خينا بفردي ورجمو مسلي غير الراس ديال النيف ديالو. ما بغيتوش دابا قول لي انا اش كاين، عرفتي؟ قول لي اش كاين وغتمشي لداركم تعشى في داركم. عندك الوالده مسكينه ولا يخليها لك، وعندك اختك مجوجه باقا صغيره ما مجوجاش. زعما كيقول لك راه غنفرشوا لاختك. هما جوج العمله واحده بحال السقرديش والسقرديون، جوج بحال قلتي الشيطان ولا قلتي ابليس، اختار اللي بغيتو فيهم، ابليس ولا الشيطان. هادو هو الانسان اليوم البربري اللي قرا وخائن، والانسان العربي اللي قرا وخائن، والنظام كيستعملهم. علاش ما يخرجش شي فاسي ويهضر على هذا الموضوع؟ ها راهم جالسين الله، علاش كيحملوا ايديولوجيه؟ اللي كيحمل ايديولوجيه ما تيخرجش، كيخرج غير الموسخ ودبا حماد دبا تيبيع في الحانوت نهار ومطال. ايوا دفعوهم يقراو بالزربه وعطاوهم المواضيع علاش يكتموا، وساعدوهم باش يشرو الشقه والسياره حتى هي، وقال لهم نتوما راكم هما النخاب. لا واش نتوما هما النخاب؟ النخبه هو انايا، نتوما غير الاخرى باش نجيكم من الاخر. قال لك اسميتها حرفتي فينا اجماع وطني. الاجماع الوطني علاش ما تكونش على البلاد رايحه في داهيه؟ علاش ما يكونش اجماع وطني وقرار ملكي على الاراضي اللي كتعطى للصهاينه؟ علاش ما يكونش اجماع وطني على الجنسيه كتعطى بني اسرائيل؟ علاش ما يكونش اجماع وطني وقرار ملكي؟ حيت ما دخلتش انا باش ينتخبوا عليا المغاربه. وعلاش ما كاينش اجماع وطني وقرار ملكي؟ الدستور اللي ما تفعلش. وعلاش ما كاينش اجماع وقرار ملكي على الخيانه من 2011 وبغايه جايه؟ كتبغوا تبينوا لنا بلي الملك راه شي حاجه، نتوما غير عبيد غير خوانه. علاش كدافعوا على واحد الملك ظالم جائر؟ وهنا كاين الاجماع ماشي نتاع المغاربه، الاجماع نتاع المفكرين ودونيت كل العالم برمته، لان المغرب رايح في دهنا وراه 177 كلاسي. في الوقت اللي نتوما كتهضروا يا الخوانه الناس راه في السجون. هاوي اذا كنتو رجال والحب ديال الامازيغيه، يبغوا يهضروا على الامازيغ اللي راهم في السجون، بغوا غير مستشفى. زون تسنطوا لكم الخونه. 2002 عرفنا نقاش كبير في المجتمع، كان فيه صراع وتصادم بين ثلاث تيار. كان التيار الامازيغي ينادي في معظمه بالحرف اللاتيني، باش نعطيو المعطيات كما هي، وكانت الجمعيه المغربيه للبحث والتبادل الثقافي تقول بحرف تيفينا، واللي هي الجمعيه الاعرق اللي ظهرت من 1967. وشكون اللي كاين فيها هذه الجمعيه؟ هذه الجمعيه اللي دابا كيسولوا شكون كان في الجمعيه. ما دمتي انت مؤرخ وما دمتي القناه ديالك وما دمتي انت درتي الاستضافه، خصك تعرف شكون هما الناس. ما معنى تيفيناغ؟ ما معنى اللغه تحدد لنا ما معنى هذا تيفيناغ؟ وما معنى اللغه البربريه؟ وما معنى سميتو؟ وشكون هما هاد الناس هادو والاتجاهات ديالهم؟ واش نيت ولاد سوس ولا ماشي ولاد سوس ولا غير سوسه اعطيني بوسه؟ عاد كيسولوا. كاين ثلاثة متاع التيارات، راه ما كاينش لا متاع التيارات، كاين ربعة ديال التيارات. أنت سنتوني غنوريكم في كاين ربعة ديال التيارات، حيت هو راه ماشي مثقف وصعب عليه يكون مثقف. الأستاذ الراحل السي إبراهيم أخياط، وكان معاه الراحل علي صدقي أزيكو، وكان معاه السي عبد الله بنقور، وكان معاه السي أحمد بوكوس، يعني هما جيل من المؤسسين. هذه أقدم جمعية أمازيغية في المغرب، ظهرت في 1967، هي اللي قال حرف تيفينا، ولكن الجمعيات الأمازيغية ديال الحركة قالت بالحرف اللاتيني. وأنا شخصيا دابا راه قال لك تمتع
تاع الحركات، ما كيعرفش ما معنى الحركة، حيت هو غير ولد بو أحمد اسمه أحمد عاصيد. عاصيد راه ماشي بربرية، راه غير شي واحد من تسوس تمنية. قال ثلاثة الحركات، لا كاين ربعة. كاين الحركة اللي قال عتيقة اللي قديمة واللي بدات في 1977، أنا ديك الساعة كانت عندي 22 عام 23 سنة. أنا هاد الشيء راه عشتو، وأنا عشت على هاد الشيء راه عشتو. علا كنعرف الخوانة نتاع الشلوح، والشلوح ولا خوانة، علا ما غيربحوش إن شاء الله. والضربة الجاية غتكون في ولاد سوس. شتا شوقع ولاد الدري فلحوهم في السجن، حيت بقى فيهم شوية نتاع الرجولة، ولاد سوس ما غيلحوهمش في السجون. عقلوا عليها من هنا 2030، 2030 رفع القلم على ولاد سوس. كاينه الجمعيه الكبيره اللي الناس ديالها كبر مني بديك 5 سنين حتى 8 سنين، اوكي. الاغلبيه مساكن راه ماتوا. وكاين مجموعه ديال الجيل الثاني، واستخلفهم قوم طيحوا السروال ومشاو مع الصهاينه، اللي هو الجيل ديال هذا اللي هو صغر مني، صار مني بشي 6 ولا 7 سنين، اوكي. وكاين القضيه اللي كيجروا للاتينيه، تكتب حروف لاتينيه. وكاين هادوك اللي كيبغوها تكون بالعربيه، اللي هما يا الصهاينه اللي هما اعتنقوا الديانه الاسلاميه. بن 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 واش غنتسنطو ليه؟ حررت بنفسي البيان ديال مكناس مع زوج ديال المناضلين اللي حرروا معايا الوثيقه، السي حسن الحاج من الوسط والسي محمد بودهان من الريف. ثلاثه بينا حررنا البيان ديال مكناس للجمعيات، واللي فيه ان الامازيغيه اولا هنا خصك عندكم الذكاء. انا ماشي غطاء تقول مثقف ولا محلل، انا طج على امك واخا تقرا في جامع، واخا يقراو ديني ماك الملائكه. شتي الملائكه اللي قراوك غتخرطها. ياك شتو ادم وعلمنا ادم ها الاسماء، هو يخرطها وخرج من الجنه. قراه الله وعلمنا ادم الاسماء، ها وعرضها على الملائكه، وعرضها على الملائكه كان بمعنى كان حافظها على ظهر قلب قلب وعرضها على. ومع ذلك غادي يغلط ادم وغادي يكملها في الارض. القضية فين غادي دار هو وجوج خرين، والجيل القديم فينا هو اللي هما الاصل، واللي هما مفكرين ديال بصح، واللي هما عاشوا الحزازات والمشاكل والصراعات عرقية ومذهبية وفلسفية وسياسية وإيديولوجية مع الفوسة. غيتحيدوا والتاريخ يعيد نفسه. شلوح الرجال راه ما كاينينش، كيطلع غير هذا. والعروبية الرجال كيطلعوا غير الدكاترة الموسخين، هما اللي غيحرروا. قالك بنفسي في 2002، بمعنى اليوم حنا فاش 2023، قول 26 عام 21 عام حيدو 21 عام من العمر ديالو. اش كان اليوم؟ ما عنده حتى شي تجربه في الحياه، اليوم ما عنده حتى شي بنيه ثقافيه سيكولوجيكيه قويه باش يدافع على واحد الميث اللي هو ثقيل وتحمل المسؤوليه نتاعه، اللغه البربريه والكتابه البربريه. هادوك القدام اللي عندهم تجربه وخاضوا صراع دموي في الوقت اللي المخزن كيضرب القرطاس، هو اللي غيمثل الناس. وجوج اخرين ثلاثه وفين؟ حيت ملي كنهضروا في التاريخ السياسي الاجتماعي خصنا نهضروا على الزمان والمكان. المكان هي مكناس. اش قلتوا؟ مكناس في المغرب. طج على امك الحمار بالاحمر. القضية البربرية خصها تناقش على الأراضي البربرية في العاصمة تاع البرابرة اللي هي أكادير.
في البوتشاكات ولا في طالبرشت ولا في لابين وبين. ما بغيتوش اكادير، واخا ديوها لتيجنيت، ديوها لزكان، مراكش. علاش ما ديوهاش لوبتي مراكش اللي عنده تاريخ وعنده اون سامبوليك هيستوريك، رمزيه تاريخيه؟ لوبتي مراكش ما كهضرش على بيران الحمير، انا ماشي سكيري. السكيري هو الحسن الثاني اللي خلى لكم واحد سكيري واحد اخر تطلعوا في الشوارع مع عبارات يحشم بينا حنا البرابره. اها لو بتي باغي هي تارودانت، عندها تاريخ؟ ما عندها تاريخ، السلالة العملاقة، اه جداد ديالنا، مسقط رأس ديالي أنايا، اه الدولة السعودية. شوفوا الدولة السعودية ملي كانوا الرجال تيديو الملحة يا عباد الله وكيجيبوا الذهب، العلويين دا الذهب وصيفط الماء وصيفط الفوسفات وما جاب والو. نسيت، سمحوا لي، بظاهر شريف اعطي الجنسية باش يجيو، غيجيب اسرائيليين. محمد السادس علاش مشاو لمكناس؟ حيت مكناس هي العاصمة التاريخية الأزلية متاع الخيانة العظمى، هي البلاد متاع مولاهم اسماعيل. كلكم كتعقلوا على اسماعيل، قرتوها في التاريخ بحالي أنايا، وعاودوها لنا الأجداد والأجداد، ودابا الحمد لله جيل صغر مني ب 20 عام حتى هما كيتعاودوها باش تعرفوا باقي الأمان. سمعتها أقدر كل نقد ديرة الله الرمي، قلت ما بقاش الامل الا باقي الامل، هذا باقي الشباب. قالكم رميت اذ رميت ولكن الله رمى، اذا بقى باش نرميهم في السجن ما تمشي فين. اذا علاش مشاو لمكناس؟ حيت مكناس تما دارت الخيانه نتاع اسماعيل اللي غيمشي عند الافارقه وغيجيبهم وغيحلفوا ليه، ماشي في المصحف اللي كتبوا الله سبحانه الكلام المنزل الذي انزل على نبينا، لا نتاع داك الاعمى الضرير نتاع البخاري. حلفوا، ايوا كانوا كتار وداروا في المراه البربريه ما بغاو، حيت ديك الساعه ما كانوش العرب بزاف، كانوا البربريه كتار. عاد من بعد العروبيين اللي غيجيو من الجزيره العربيه غيبداو يتكاثروا شي شويه، هذوك العيالات اللي غيتفرشخو والدري اللي غيتغتصبو كيغتصبو هما سميتو هذوك الأفارقة، والتاريخ يعود نفسه. عاوتاني نجيبو محمد السادس، راكم شتو مدير لقيتو في الدار البيضاء، راه دائما البرابر هما اللي كيتغتصبو وهما اللي كيمشي لهم الرزق ديالهم والحق ديالهم. مكناس راه ستين سامبوليك، هادو راه ما كيلعبوش، هادو لا الاسياد ديالهم هما غير كيخرجوا كيتكلموا. الحمد لله حنا كنخرجوا كنهضروا بوحدينا، هذا هو الانسان الامازيغي. الامازيغي بمعنى الحر. نتسنطر هاد الموسخين في التعليم ينبغي ان تكتب بالحرف اللاتيني، كان هناك الاختيار الثالث اللي هو القومي العرب والاسلامي اللي كانوا كيقولوا ان الامازيغيه خصك تكتب بالحرف العربي. دونك بقينا في النقاش واحد ست شهور في الموائد المستديره في الاذاعات في وسائل الاعلام في الجرائد الى اخره. واغرب ما حدث في ذلك الوقت هو ان التيار الاخر اللي هو التيار القومي العربي الاسلامي يعملون الترهيب لكي يفرضوا الحرف العربي، فاعتبرونا عملاء ديال فرنسا، على علم ان الحرف اللاتيني كتستعملو 200 دوله في العالم، بما الصين بنفسها. التيار الاخر تاع القوميه العربيه، ودائما هاد العربيه والعربي والقوميه العربيه وحنا البربره، كيعاودوا يحيوا ديك القضيه ديال الظاهر البربري، وكي ولا دابا العربي هو المشكل والعلوي الصهيوني، وكيجيب الصهاينه ماشي مشكل،
كينسيو لكم. بحال انايا عندي جوج ديال الصور، عندي جوج ديال الصور، كاين هاد الصوره هادي فهمتيني، شتوها الخضوريه والطبيعه والايكولوجي والايكوسيستيم ولا بوليسيون ما تكونش والتلوث، وكاين اللوينات ولا تكون يكونوا زوامل. كنوريكم هادي، ولكن من موراها كاين الصوره اللي انا غادي ها هادي، هادشي اللي بغيت لكم، ولادكم يوليو زوامل وبناتكم دي ليزبيان، هادشي اللي بغيت لكم. ولكن ما غنوريها لكمش، كنوريكم هادي وانا غادي مخبيه موراها، حتى وبشي بشي كتشوفوها كتشوفوها، وبقوت كتشوفوها هوب هوب هوب، وكتولفوها كتولفوها وكتمشي هادي وكتبقى هادي. غتبقاو دائما تسمعوا هاد اللونجاج هذا نتاع القومية العربية الشرق، القومية العربية الشرعي اليمني، الشرعي اليمني، الشرعي اليمني، حنا بربر، حنا مازال حنا بربر، هذوك هما هذوك هذوك. وهي القضية ما بيهمش البربري ولا العربي، غيطير البربري وغيطير العربي، والبلاد غيديها الإسرائيلي، لأنه ضاقت به الأرض بما رحبت لها حتى ما كاين الرجال. إذن قال لك القضية تهموهم بالعمالة الفرنسيين، وأنا بغيت ديرها بالحروف اللاتينية، راه العمالة هذيك تقالت. الآخرين ما بغاوش يقولوا لهم بالحرف الواحد حيت كيخافوا وموشي رجال، انتوما كتخدموا المصالح نتاع الصهيونية وبيغناغ هنري اللوفي. قال لهم العمالة نتاع الفرنسيين. الوغ ما دامت كاينه البربريه منذ الازل، وكانت طريقه الكتابه ديالها، ايوا خليوها، علاش تبدلوا لنا واحد الحاجه اللي هي كاينه؟ لماذا تطلبون شي حاجه غايبه لواحد الحاجه اللي هي صالحه كاينه كيتعاملوا بها الناس؟ وتهمشات تهمشات سنين عدده. اليوم جبدوا هاد الصراع هذا غير باش يلهيوكم، باش يردكم من الماضي. لا، اش وقع الان وهنا؟ الارض نتاع الامازيغي اليوم شكون اللي كياخذها؟ وعلاش كيحيدوا الاراضي السلاليه والجماعات للشيوخ؟ ولمن كيعطيوهم؟ كيعطيوهم العربي وهولي، هاهم غيعطيوهم الجنسيه كاع. واخا اجي نتسنتو ليكم. واغرب ما حدث في ذلك الوقت هو ان التيار الاخر اللي هو التيار القومي العربي الاسلامي يعملوا الترهيب لكي يفرضوا الحرف العربي، فاعتبرونا عملاء ديال فرنسا، على علم ان الحرف اللاتيني كتستعملوا 200 دوله في العالم، بما الصين بنفسها فيها الحرف اللاتيني. يعني الا بغينا نكونوا نفعيين براغماتيين واللغه تنتشر خصنا نختاروا اللاتيني. الحرف العربي كاين 22 دوله، ولكن واش غتخلي 200 دوله ودير 22 دوله؟ فاذا حنا كنا براغماتيين. شتي هاد الشلح هذا، الثقافه ديالي محدوده. قال لك واش غتخلي 22 دوله عربيه؟ ها 22 دوله عربيه اللي حتى اللي كيكتبوا الحروف بالحروف العربيه الف ابجدين هوازن لا في مين، لا خصنا نمشيو مع اللاتينيه اللي هما يا بزاف خذ الدول. لا انا علي ولد العكاري هذا هو الاصل، حتى غير واحد الانسان موسخ ما غاديليش حسب هذه القضيه هكذا، انا غير نحسب الطريقه ديالي. وشو الحساب ديالي؟ كاع الناس غيتفقوا معايا، حتى امك غتفق معايا. شحال ديال المسلمين في العالم؟ شحال ديال المسلمين في العالم اللي كيكتبوا ب واللي كيحفظوا القران واللي كيقولوا الله اكبر يوميا؟ شحال؟ واش كثر ولا واش اكثر من فرنساوي وسبرجوني وطالياني وانجليزي؟ راه كاين مسيحيين ما تكتبوش باللاتينية، كاين مسيحيين عرب، وكاين اليهود 18 مليون راه تيكتبوا بالعبرية، وكاين الهنود كتابة ديالهم، وكاين المسيحيين
وحدين اخرين بحال دول وحده اخرى عندهم الكتابه ديالهم. عندك عمليه حسابيه نتاع 22 دوله 70 دوله، هذيك سا مارش با. هذيك في القديم تاع الثقافه العدد ما عندوش، لا الثقافه كتبنى على قيم اخلاقيه، على اشنو اللي غيصلح واللي غي كاين اللي ممكن واللي اقرب واسهل. ماتيين فحركة الأمازيغ اقترحت في معظمها أغلبيتها حرف الثلاثين. فبقى النقاش، الملك محمد السادس كتعرفوا الدور ديال الملكية في المغرب، وهي الحفاظ على التوازنات وأيضا القيام بالتحكيم الملكي عندما يكون هناك نزاع في المجتمع. ماشي، هادو ملكيين ولا يرجى خير في الملكية ولا في الملك. وقال لك الدور نتاع الملكية والدور نتاع الملك تحكيم عندما يكون النزاع في المجتمع. جلسوا ولاد الشعب على القرعة، هل كان هناك تحكيم؟ الصحفيين والصحفيات في السجون، هذا راه معضلة. العالم كامل كيشوفنا باش يقولوا انتم ما عندكمش العداله وحريه التعبير وحريه الصحافه وحريه الكلام وحريه النطق وحريه وحريه وحريه. اش ما خرجش الملك وحكم في هذه القضيه هذه وفصل فيها؟ علاش ولادنا كيتاحوا في البحر؟ علاش المراه المغربيه كتولد في الشارع؟ تحكيم الحكمة، حيت هو حكيم وهذه حكمة بحال كاع أهل البيت حكماء. اش ما خرجش وغادي يحكم ويتحكم ويصدر القرار ديالو، قرار ملكي بلاطي قصري في القديم تاع البربرية. غريب أمر هذا الملك هذا، نسيت تيخرج بأوامر ديال الصهاينة. انت غير واحد الشليحة لا قيمة لك، وتعرفتي شحال ديال الشلوح خاوانا شت دازو قدامي. اجي واحد النهار وغنذكرك ان شاء الله. بحال قضية المرأة، لما التيار المحافظ والتيار الحداثي العلماني واجهوا في 2000 2001 2002 تداروا جوج مسيرات، واحدة ديال العلمانية في الرباط وحدة الإسلاميين في غزة. تدخل الملك محمد السادس ودار اللجنة التي أقرت التعديلات ديال المدونة، وكان هذا تحكيم ملكي لصالح التطور ولصالح الكرامة ديال الإنسان. أيضا في هذا الموضوع تدخل الملك وطلب رأي المعهد. دابا اللي سمعوا وما كيعرفش الوضعية نتاع المرأة المغربية، وبلي راه في الوقت اللي حنا كنهضروا كاين واحد السيدة والحال سخون في المغرب وفي السجن وديرين على الكاميرا ولأجل التطور والكرامة. المغرب ماشي بلد متطور، المغرب رجع بخمسين سنة مع محمد السادس، وهما خصهم دائما يدخلوا لك محمد السادس والملكية الكرامة. المغربي مشات ليه الكرامة ديالو والعزة ديالو والسعادة ديالو والأنفة ديالو والكبرياء ديالو والنخوة ديالو مع محمد السادس. أول مرة في تاريخ ديال الإنسانية ملك ماشي ملك، ملك ماشي واقف راجل. أول مرة في تاريخ نتاع الزومل غيخرج الزمل وغيعلنها علانية، يديه مهرسة ودير الخلخال ولبس القشامة ديال العيالات. فين كاين الكرامة؟ إذا أنت هذه عندك كرامة أنت ماشي كريم ولست أبن الأكرمين، والشلوح الأغلبية فيهم غير خوانة، والتاريخ يعود نفسه. أنت غادي على المنوال ديال المختار السوسي أو محمد هذاك وهبي وأخ النوش والآخرين والآخرين والآخرين، أنتوما يا هما العائق للتطور نتاع الإنسان المغربي والمجتمع المغربي. وهذا الشيء اللي كدير انت وهذا كله بهذا انكم كتخلقوا حجازات ومشاكل ما بين العربي وما بين البربري. نسيتوا بلي راهم ساكنين في حي واحد، في دار واحده، في عماره واحده،
في مدرسه وحده وكينتميو لنفس الطبقه السياسيه الاجتماعيه والاقتصاديه، وعندهم نفس الصراع ضد النظام الجاي. راه ما حدناش حنا ماشي في القديم تاع كارل ماركس والصراع الطبقي وكنبيعوا الدروع ديالنا بواحد قل الثمن لواحد الكابيتاليستا ورأسمالي. حنا الصراع ديالنا راه صراع ايديولوجي، صراع سياسي محض، صراع ما بين ناس حاكمين عندهم ايديولوجيا كيصموا الدماء ديالنا، وحنا ولاد الشعب. انا ما كنفرقش ما بين العروبي زياني الشلح، انا ملي كنوقف بحال دابا انا الروبي ديال ربكم، انا يا دابا انا غنوقف معاكم من الزوامل. اش كتشوفوا فيا انايا؟ انا شتي الزمل؟ ها؟ انا كيحسبوني طلياني، كيحسبني فرنسي. واش انا بربري؟ واش انا عروبي؟ واش انا علاش كديروا التفرقه هادي؟ باش كديروا المكانه لواحد القوم غيجي ما غيرحمكمش. غيجي واحد القوم راه ما غيقولش راه عصيد هذا كان خائن ديالنا. راه اول واحد ملي كيتبدل النظام، وراكم شفتوها ملي تبدل النظام تاع محمد الحسن الثاني لمحمد السادس، الناس اللي خدموا النظام هما اللي كلاو العصا. راه غيجي النظام، غيتبدل النظام، نتوما غتعديو الثمن. غيجي واحد النهار انا غنتحالف مع النظام، حيت النظام غيجي عندي وانا كنتسناه. يقول لي علاش جيت للطاوله المستديره؟ نقول لهم اه ولكن بشروط. شنو الشروط؟ وهي اضحيوا بالعملاء ديالكم. شكون هما؟ يا انا راه عندي اللائحه، فاللائحه كاينه في لاتولي اللي تحت. احمد عاصد فلان وفلان وفلان وكلاب وفلان 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 وفلان. يقول لي لا، قول لا غير ما تعطيني لي كابران ديالك ولا غنطلب الجينيرالات، ونطلب براس ديال الملك. يلا اعطيني وغيضحي بكم النظام. اش غيدير بكم نتوما؟ يا اش هي القيمه الاضافيه غتزيدوا للنظام ولا للصهيونيه العالميه؟ انا كنت كنتذكر واحد سميتها نابليون، كان غادي كان تيغزو الدول الاوروبيه، ويجي عنده واحد شي جينيرال ولا شي واحد ولا وزير من فيينا العاصمه نتاع من لوتريش النمسا، ويجي عنده وغادي يخون الوطن ديالو، ابناء الشعب ديالو، وغادي يخلصوا نابليون وغادي يحيي داكشي في الارض. قال لي كيفاش؟ ساعدتك وسهلت لك، قال لي انت خلتين الشعب ديالك غتخونني حتى انايا، ما عندك حتى شي قيمه، انا كنخلصك على الخيانه ديالك. حتى انت عصيد راه خلصوك على الخيانه ديالك في الوقت اللي خلاوك وداروا منك باحث وداروا منك مفكر وشلتي السياره ما كانش عند باك، وشرتي الشقه ما كانش عند باك، راه خلصوك. جمع راسك قبل ما يحيدولك بواحد اليد داكشي اللي عطوك بواحد اليد، اوكي؟ وما تبقاش تجبد في عنقك راك غير قزم، وانت ما كتمثلش الشلوح والبرابيره، لست في المستوى. ما كنعتقدش ان المراه البربريه غتولد بحالك نتايا. بعد ملك ثقافه الاغذيه، الراي ليس القرار، القرار يتخذه الملك، وهذا الشيء راه خصنا نعرفوه. المعهد لا يقرر، الظهير المنشئ والمنظم للمعهد ظهير 17 اكتوبر 2001 شنو كيقول؟ يقول لك ابداء الراي لجنابنا. بمعنى ان مهمة المعهد أن يبدي الرأي للملك في الأمور المتعلقة بالنهوض بالأمازيغ. إذا المملكة واحدة. إذا إذا كان المعهد والرأي غيبداه وتاخذ القرار اللي سميتو الملك، فين هو الدور نتاع الأمازيغ؟ فين هو الدور نتاع البرابرة؟ فين الدور نتاع الثقافة؟ فين الدور نتاع ها؟ نرجعو لهم عاوتاني. محمد السادس طالب رأي وانا كنت عضوا في المجلس الاداري للمعهد، كنت من الاعضاء اللي اجتمعنا، وكان العميد ديالنا في هذاك الوقت هو السيد محمد شقيق.
هو عميد الثقافة الأمازيغية في المغرب، لأنه أول من كتب في المغرب يقول بأنه ينبغي إنصاف ما سماه تراث المجهول. ذاك الوقت كانت كلمة أمازيغية محظورة في 59 حتى 63، ما كانش ممكن تستعمل كلمة. فكان يكتب سلسلة مقالات حول تراثنا. الأستاذ شفيق كان كيدافع، بقى كاع ما تزاد هذا، بقى كاع ما تزاد هذا، فهمتيني؟ وغادي يقبطوا داك الراجل، غيديروا هو العميد، لأن عنده سان فيزاج أومبليماتيك، إنسان عنده واحد الوجه، وإنسان عنده تاريخ، وداك الشيء غير غيستعملوه مسكين. ولكن شكون اللي غيلعبوا لي ليوتنو على الأرض؟ هذا راك سمعتي، أنا كنت وأنا درت أستعملوا هذا، حيت دائما أضعف واحد هو اللي خصك تستعمل الأقزام. شي واحد ما شابع شاي كتبدا كتجبدو من زيرو، باش نهار كيحل فمو كتقول ليه ايه عندك ماكتي غير حمار شت، ولا كتحيد لي داكشي اللي عطيتيه وكتخليه، فهمتيني؟ انت سنتو ليه مازال من المجهول او المنسي، هو كيقصد الامازيغي. والسي محمد شفيق اول خطوه نضاليه دارها في عام 59، وهذا الشيء مزيان يعرفوه المغاربه، هو انه كان كياخذ اللائحه ديال تيفينار والمقابل ديالها اللاتيني والمقابل ديالها العربي، وكان كيمشي لانوير ديال التليفون وكياخذ العناوين ديال الناس اللي كتبان في الاسماء ديالهم انهم امازيغ، وكان كيدير هذيك اللائحه في الجوا وكيصيفطها لهذيك ليزادريس، وكان كيخسر واحد العدد ديال الفلوس باش يلقي عدد كبير الاضرفه في البوسطه، والناس كيتسلموا هذيك الاضرفه كيفتحوها كيلقاو لائحه التليفون والعنوان ديالها الحروف الامازيغيه العربيه. اولا هذه القصه انا هذه ما غتدخليش في راسي، انا علي ولد العاصمه 1959 كان تليفون في الرباط كامله، انا ولد العاصمه تليفون في الرباط كامله كان عند 15 اسره في 59، كان عند كلكم نتوما سولوا بوتكم موتكم وجدودكم واش كان عندكم تليفون في 1959. كان تليفون تيكون في الوزارات، في الوزارات كان تيكون عند القياد والبشوات، لان كاع النظام الداخليه، وتيكون في الدار ديال العامل والدار الناس اللي مهمين والناس اللي عندهم فلوس. تليفون انا كنعقل ولد العاصمه حتى 1977 78 79 80 يمكنكش تدخل تليفون في الرباط، كتمشي عندهم كتقول لهم الزنقه الفلانيه الدار الفلانيه تيقيدوك تيعطوك النمره. النمره شحال؟ 37550، بمعنى 37355 واحد قبل منك. علاش؟ حيت التليفون الهاتف راه شبكه الريزو. المغرب ما عندوش لي زانجينيور، ما عندوش مهندسين، ما عندوش تقنيين، ما يمكن شيء. واخا تيكون لي زانجينيور خاص واحد الشركه تكون، والشركه اللي عندها منهجيه، وهذه راها تكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا هذه ما عمرها ما كدوز من الدول العظمى للدول المتخلفه. حنا عندنا الطوموبيله في المغرب، وعندنا الميكانيسيان كيعرف يصلحها ولكن ما عرفش يصنعها، عندنا الثلاجات العفير والحومه كيصوب لك الثلاجه ولكن ما غيعرفش يصنعها، وحتى كاع نصنعوها كاين مشكل تاع لا ديستريبيسيون وكيفاش وكيفاش والماركتينغ ولا بيبليسيتي، داكشي صعيب. داكشي كيكون غير في الديمقراطيات اللي فيها الرجال والعائلات دايرين الصراع على الوطن، بغوا الوطن ديالهم. حنا عندنا العلويه الخوانه، اذا القديم تاع 1959 سي با با مارشي. حنا في دارنا وحنا في العاصمه ما دخلنا التليفون يمكن حتى لشي 80، وفيها تدخلات تدخلوا فيها الناس اوتور في وزاره البريد ولا الحومه. انا كنعقل كنعقل انايا التليفون في 59 60 61 حتى 65 66 67 كان عندنا في دار وحده في الزنقه كامله، دار وحده. وهذا الدار من تما خرج القرار باش يطير محمد الحسن الثاني من الانقلاب، الدار نتاع
تاع الحاج بوشلهام. بوشلهام الحاج بوشلهام هو اللي عنده ثلاثة البنات زويونين زويونين، وحده غير جوج بالكون ارزاز، وحده الجنرال دليمي ديك الساعه ما كان جنرال، وحده الجنرال الصفراوي، فهمتوها؟ وهاد الدار هادي هما اللي كان عندهم التليفون، وكنا حنايا كنقولوا حدا الدار ديالهم وكنسمعوا سر، وكنت عيا كنقولوا التليفون التليفون. كنت انا اللي كنتكلم معكم مع الدريشي، وحدين صحابي مساكن رحمه الله يرحمهم كان بغاو يمشيو للبحر، وكندوزو في ديور الجامع وقدام الدار ديال بن بركه. الدار بن بركه عندها الباب لهاد الجهه، الجهه نتاع دابا كاينه بنكه، ديك الساعه كانت القهوه ديال الخصاصي، كابيتان واحد الخصاصي واحد الموشخ واحد الشلح كان كابيتان ديال العسكر وكان برقاب نتاع المخابرات. اذن كان داك القهوه ديالو كتحل 24 ساعه 24 ساعه. كاين باب هنا وكاين باب اللي على الشارع في ديور الجامع، شارع تاع تماره. كان تما واحد الفاسي، هاد الفاسي هذا كان كيبيع كان كيبيع الميلاص، هذاك بحال النخال اللي كتعطى الخيل وداك الشيء. وكان عنده واحد التليفون كحل ومحطوط، وكاين الطبله هو جالس وكنشوفو فيه، وكنوقفو كنقولو وحنا صغار في الدار ديال المبركه قبل ما تريب، قبل ما يريب اخو عبد القادر وطلع عماره، وكنشوفو في التليفون كنشوفو فيه. ما كانش عند الناس كامل، نو نو، التليفون والطوموبيل في ذاك الوقت ما كانوش عند الناس كاملين، وباش يبقى يديرها الشلوح هما الاخرين يعتمد عليهم الانسان. ولكن هذا السيد علام كان كيهضر، كان المهم الهضره طويله والسكت حسن. العميد ديالنا كان هو السي محمد شفيق، والمجلس الاداري للمعهد خصو يقرر في الحرب. شنو دار المعهد؟ قام بدراسه علميه لسنيه قاموا بها الخبراء في اللسانيات، المركز اللغويه بالمعهد، قاموا بثلاثة ديال الدراسات حول الحروف الثلاثة اللي هي موضوع نزاع. نعم. حرف ديال تيفينا، الحرف اللاتيني، الحرف العربي. وشنو لقاو في هذه الدراسة العلمية محايدة بالعلم يعني؟ لقاو بأن إلا غتكتب الأمازيغية بالحرف العربي واحد العدد ديال التعديلات في الحروف وتوصل لواحد 8 ديال التعديلات. بمعنى قال لك سيدي دابا شوف شوف قال لك سيدي في المعهد عندهم في الاكاديمي نتاع الملك رضي الله عنه وارضاه اللي غيدار بالطلب وبالاوامر ديال برنار هنري لوفي الفيلسوف المتبرز في الفلسفه اغريجون فيلوسوفي، ثلاثه نتاع الناس في المعهد، المعهد ديالهم خبراء في خبراء فاش في اللسانيات، في اللانغويستيك، اللانغويستيك التاريخ تاع اللسانيات والاصل تاع اللسانيات، ودراسة علمية محايدة. أولا ما كاينش شي حاجة سميتها لا نوتراليتي ولا الحياد دازنت اكزيست ات اول، راه عشت نص قرن في السياسة وفي الحروب، ما كاينش شي حاجة سميتها محايدة. ثانيا غدار إذا كانت محايدة أسلحة، علاش ما دار شي في شي معهد واحد اخر ماشي عندكم تما نية محايدة علمية ومحايدة خبراء في اللسانيات؟ إيوا قلنا الأسماء ديالهم. الحروف العربية لا تعبر كلها عن الأصوات الأمازيغية، مثلا إلا قلتي الزويت كتقصد النحلة، الزويت الزي الزاي هنا يعني رقيق، ولكن إلا قلتي الزاي يعني ثقيل، فهاد الزاي ليست هي الزاي الأولى، هي مختلفة. إذا خصنا كي غنديرو نكتبوها في العربية، هي ما كايناش كحرف. إلا قلتي الماء تيز 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 ازاي تيز ازاي، انا راه ولد انا ولد لانغويستيك، تيز ازا ازا. في اللغة العربية كاينة الزمان،
الزمان ديك الزاق كنديرو عليها الشده. اذن الزاي نديرو الزاي ونديرو عليها الشده، اذن ما كاينش المشكل. وديك تيز تيز بحال تيزين تيشكا تيزين تاس تيز زويت ليه النحله الزاي ونديرو عليها السكون. كنقولو ماء زم 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 فكاع كاين سايلنس وكاين ستريس باللغة الإنجليزية. كاين سايلنس شي حاجة كتمشي ما كتقولهاش، وكاين الحرف ما كتوركش عليه، وكاين كتورك عليه كتستريس عليه كتستريس عليه. شادو كتستريس. إذن كاينة. واللي قال لكم هذا من هضر على اللسانيات، انا ود اللسانيات، انا كاع العلوم قريتها، انا راه اكثر من 60 عام وانا في المدارس وفي المذاهب وكنقرا. دوك على شي شرح واحد اخر ولا العربيه، انا ود العلوم. ملي قلت على اللسانيات وانا ود اللسانيات، ما كان حتى علاقه ما بين اللغه البربريه وما بين الحروف اللاتينيه اللي انت بغيتي تفرضها، حيت انت عندك تبعيه تبعيه نتاع الاستعمار، ثقافي نتاع الاستعمار، ونتايا انت خادم تاع الصهيونيه وباغي تطبقوا الانفصال على طرب على ارض ديال سوسه. اللغه الفرنسيه، اللغه الفرنسيه راها جات من اللاتينيه، ولكن اللغه البربريه بحال اللغه العربيه بحال اللغه العبريه هادو بحال بحال، النطق بحال بحال، ولو ستريس كتضغط عليها الطف وكاع تيخرجوا من القلب. ملي كتقول باللغه الفرنسيه جو تيم جو تيم جات من هنا، ملي كتقول بالشلحه، ملي كتقول بالعربيه وحيب بوك 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 وحيب بوك كتخرج من القلب من القلب. وحيب بوك جتيم با جتو دو تيست جتو دو تيست اكرهك اكرهك اكرهك. انا ود اللسانيات ود اللانغويستيك ود لا برونسياسيون، ندير عليه ود العكاري. اذن هاد اللغات بثلاثه ريغك تيري تيري ريغك تيري هي الحب، ريغك احبك بالبربريه. لان هاد اللغات بثلاثه هما اللي كتسمى في اللانغويستيك او الشلحة كيتسموا دي لونغ كاميتو سيميتيك كاميتو شامية سامية كاميتو سيميتيك. انا الاستاذ هو عنايا، وانتوما ما ترقاوش باش تكونوا تلاميذ ديالي. علاش؟ حيت انتوما خوانا كتخدموا الصهاينة. وزيدوا نتسنطوا لك كوما بمعنى اخي اخي اوكو. هاد اوكو ولا اوكو هو صوت امازيغي راه من لهنا جا في الدارجه، حك ديال السردين حك اوك ما كايناش في العربيه. هاد الحرف هذا غير موجود في العربيه، هذا حرف امازيغي. دابا اش من علاقه ما بين حك وكوما كوما اك كوما كوما خويا وكما هي خو خو شي خو 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 يا كاين دو سيلابر خو يا دو سيلابر خو يا شوف خو يا. انا ندورو دابا هنا في لانغويستيك ولا برونسياسيون ولا اكسون خو يا اك ما شتيها. نترجموها الفرنسية مون فغيغ مون فغيغ مون فغيغ مون فغيغ. اللغة العربية والبربرية والعبرية والعبرية مع العربية راه هي في الأصل راه سميتها اللغة اللي سميتها عربو شي حاجة هكا نسيت نسيت السميه. هما لغات وجدانية، لغات مبنية على الإحساس والعاطفة والوجدان.
تخرج من الاحشاء نتاع الانسان. شتي كيفاش كنهضر ملي كنهضر باللغه العربيه؟ تخرج من قوما قلت ما اختي قلت ما اختي قلت ما كتطلع وكتهبط حيت شي حاجه اللي قريبه الذات ديالي الدم ديالي العنصر البشري ديالي الانا ديالي ما سور او فا جيت افيك ما سور مون فرير هيير او سينما نو زافون في ان فيلم دو هيتشكوك Si. C'est pas comme ça, hein? Voilà. Je ne sens pas le. لا غتكتب قما ك ك الكاف ثلاثه نقاط قما قما او منصوبه قما ما غاداش ك علاش كتحرف والناس كيتفرجوا فيك اللي ولاد الادب العربي والفرنسي والانجليزي والروسي حتى هويا علاش كتحرف امام الملاع دابا دابا انا ما كنفهمش شي اللي كيعجبني في هذا في هذا الشلح هذا عنده الشجاعه باش يخرج وكيتسطح لا قما قما انا اللي كنهضر معاك وانا صغير وكنت ما كنعرفش ما كنهضرش بالشلحه وكانوا كيجيو الرسائل من الشلوح كتبهم للفقيه نتاع القبيله بالشلحه فهمتيني وتنقراها بالشلحة تنقراها بالشلحة هي حروف عربية تنقراها بالشلحة وكتفهم كتفهم كتفهم اليوم في التعاليق تيطلعوا عندي الشلوح تيكتبوا بالعربية تيكتبوا بالشلحة بالعربية تيكتبوا حروف عربية وكنفهمها فين ما كنقراها شي ما كيكتبوها باللاتينية حيت ما يمكنش يعبر بقومة بالراتي كيفاش غدير القومة باللاتينية ك ما كايناش ك كي غدير الك يلا قول لي كي غدير كاع باللاتينية كي غدير ليها باللاتينية قومة ك ك كي غدير ليها باللاتينية ايوا عطيني ليكيفالون ديالها ها انت كتجيب امثلة انت راه بحال ما عمرك ما قريتي العربي خاصو تعديلات كثيرة ولكن لائحة الفنان تكتب بكل دقة جميع الأصوات اللي كنفوها المزيان وبيسر شديد دابا دابا شوفوا قال لك اللائحة اللائحة نتاع الحروف الأبجدية نتاع 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 الشلحة كتقرا وكتكتب بواحد الطريقة سلسة ما دابا كتقرا بطريقة سلسة علاش ما تستعملوها شاي وانت بيد في السيكا وفي مكناس بغيتو تكون باللاتينية علاش كتهمشو وكتقزمو راه ما يمكنش تقرا واحد اللغة وديك اللغة تعطي فكر بحروف نتاع قوم وحضارة واحدة أخرى راه الحروف راها طرف وجزء لا يتجزأ من الأصوات كتعبر على الأصوات وهي الهوية المغربية هانتوما كتهضروا على الهوية المغربية هانتوما كتفرضوا على الناس الاستعمار الفرنسي زاي خفيفه كاينه الخاء كاينه القاف كاينه جميع الاصوات باللاتينيه غنكتبوها اكما طبيعه الحال اكما اك 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 ما كاينش كا الكا ما كاينش في اللاتينيه اكما غتعطيك اكما وتزيد ليها دوبل في زيد الا بغيتي تقرا كوا بمعنى ما كاينش حرف يعبر عن صوت كيفينا ما يمكنش دير دوبل في حرف
او اقو 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 صوت امازيغي، يعني الحروف الاكثر اخلاصا ووفاء للنطق الامازيغي حروف. ولكن رغم هذه الحجه العلميه بقينا احنا الناس ديال اللاتينه متشبثين بالحرف اللاتيني. شوف 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 سي تناقض، شوف هضروا علينا وجوا علينا وقال لك سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. وشاهد شاهد من هنا قال لك رغم ان الطريقه العلميه واللانغويستيكيه واللسانيات والحجه الدامغه بان الحروف البربريه الاصيله اللي منذ قرون اللي هي سيفيغال هي حنا بقينا متشددين وثابتين بالحروف اللاتينيه. هذا من تلاميذ ديال داك الخائن اللي تا هو بربري اللي كتب يجب محاربة اللي كتب داك نحو التاريخ نحن والتراث. هي راه ماشي نحن والتراث، محو التراث. يجب محاربة، يجب القضاء على جميع اللهجات المغربية بما فيها اللهجة البربرية. عرفتوا شكون هو؟ هو هذاك هادو كلهم خوانا، حيت النظام كيخرج، النظام راه تيموت. الناس ديال تيفيناغ متشبثين بالحرف ديال تيفيناغ، وهنا الناس ديال تيفيناغ كانوا كلهم هما الناس المسنون، الناس اللي سبقوا للنظام. الأستاذ إبراهيم خياط، الأستاذ علي صدقي أزيكو، السي عبد الملك أسد دل، السي محمد شفيق، كاع دوك الكبار في السن، السي حسن الحسن، قالوا الحرف ديال التيفيناغ. حنا لقينا واحد الاختيار كنقولوا حرف ديال اللاتين، وعملنا التصويت. قبل التصويت السي أحمد، قبل التصويت ما اتهموكمش بالعمالة باش تعرفوا هاد 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 اللي قلت لك مؤرخ وأستاذ ديال التاريخ ما قاريش ما والو، كيخليك يهضر بحال حمد استاذ. حمد ماشي ما عندوش نيفو بكالوريا نتاع بصح، زعما نيفو بكالوريا نتاع بصح حنا اللي كنا في البكالوريا، راه ما يمكنش شي واحد يخرج بشي فكره. هانو انا راه كنت في كنت باقي في باقي كاع ما وصلت للبروفي، كنا في هذاك الثانوي كنا كنحضروا الناس كيكتبوا الاطروحات ديالهم في المدرج نتاع بن خلدون. شي واحد كتب اطروحه وغيجي يدافعها كنا كنحضروا فيها، حيت ولد العاصمة خصني نحضر انا عليه، خصني نحضر. قال لك هنا غتعرفوا الخيانة نتاع عاصيد. قال لك هذوك اللي كان اللي بغاو تيفيناغ والبربرية والكتابة ديالها، حيت ما يمكنش تجزع وتحيد الكتابة من الوسائل ديال الكتابة ديالها. بحال قلتي لي عندك فردي ودخل الحرب وحيدتي منو الرصاص ودرتي فيه شي حاجة كتقول باق كضربها بلون ما كتقتلش، فهمتي؟ حيدوا الروح ديال واحد الثقافة واحد الحضارة واللغة، اللغة حيدوا لها الروح ديالها. قال لك هذوك كبار كانوا مسنين، حنا هنا كاين كتسمى لو كونفلي دو جينيراسيون، كاين الصراع ديال الأجيال، الصراع ديال الاجيال. هاد الصراع ديال الاجيال هادو هادوك الاولين والاباء الروحانيين الروحيين ديال الثقافه البربريه والمغربيه هما الضامن على الاستمراريه ديالها. النظام غيصيفط لهم ابناء الجلده ديالهم اللي غيكونهم بالزربه على هاد الملف هذا. دابا عصيد الى كنتي نهضروا انا وياك على لوشيون باسيفيك ولا على الحرب ديال الماء وقتاش غادي تكون وكيفاش غيكون العالم بدون امريكا، ما يقدرش يقول جمله مفيده. هو كيعرف المواضيع اللي كيخدم عليها اللي عطاو عليه الماسونيين والصهاينه. دوك شواسه شواسه صحاح ولا برابره صحاح ما فيهم حيت كانوا فيها حتى قديم تاع الريافه وزيان وزمور اللي عايشوا وتعايشوا وتزامنوا ودخلوا في صراع وفي حاجات ومشاكل مع الناس ديال فاس، وعارفين بلي ان البلاد غادا ومشات.
غيجيبوا لهم هاد البراش هادو، فهمتيني؟ يجيبوا هاد البراش هادو علاش؟ حيت هذاك الجيل كبر وغادي يموت، راه ماتوا مساك الله يرحمهم، وما عمر ترحم عليهم، وغيبقى هاد الجيل هادو غيكبروا فاش في الظل، واحد الظل اقطاعي تحت المظل نتاع الديكتاتوريه نتاع الجور نتاع نتاع. راه الفيلم كامل داير على الثقافه البربريه الامازيغيه والانسان الامازيغي اللي كيحمل الثقافه هذه. راه كاين اساتذه جامعيين في لسانيات وفي الادب العربي والفرنسي والانجليزي، راه ما يحضروهم شيء، كيحضروا غير هاد الاقجام، بغاو ياكلوا خبزه ودويزه وشروا الشقه. فرنسا عاد غادي نحكي لك على الارهاب اللي مارسوا علينا الناس ديال التوحيد والاصلاح هذاك الوقت. وغادي هو طرح ليه السؤال، واش ما تهمكمش بالعماره الفرنسا؟ هو غيعاود واحد القصه ما عندهاش علاقه بتاع التهمه، غادي يرد القضيه للعروبه والقوميه العربيه وداك الشيء. على اي ما بقاش حاجه مهمه هنايا، فهمتيني؟ انا اول شيء غنديرو هو غنقرا لكم رساله بلغتني بطريقه. هادشي ماشي مهم، فهمتيني؟ لان قضيه سالات وطولنا عليكم، راه ساعه ونص ما كان. على اي الملك ما كيعطيش الجنسيات الاجانب، ماشي الشغل ديالو، هذه مساله نتاع المشرع اللي كيشرع. اولا، ثانيا، الملك ولا السلطان ولا يكون اللي بغى يكون حسن الثاني ولا محمد السادس ما عندوش الحق يحسم في واحد القضيه، في واحد الصراع ثقافي اللي هو صراع سوسيتال مجتمعي، فهمتيني؟ لان هي اش هي الثقافه نتاع محمد السادس، اش هي المعرفه نتاع محمد السادس، قديم نتاع اللغات وقديم نتاع اللانغويستيك واللسانيات، واش كيعرف محمد السادس على الامازيغيه؟ وكان هو تيعرف الامازيغيه وكيحب الامازيغ، واخا ما تيسميتو كان يتزوج بالبربريه، فهمتيني؟ وراكم شفتو باش يتزوج بوحده من سميتو بناني مع بنيس، بن اكس مع بنانيس، فهمتيني؟ اذا اخوتي اخواتي، تحيه نضاليه، وجمعوا رؤوسكم وحلوا عينكم مزيان، والى مرات اخرى ان شاء الله.